السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، مرحبا بكم في محاضرة هذا اليوم واللي راح نتناول بها الدرس السادس من اليونت الثالث lesson 6 اللي هو عنوان Do you care about wildlife؟ هل أنت مهتم بحياة البرية؟ قبل لا نبدأ بشرح هذا الدرس أعزائي إن راح نراجعكم مراجعة سريعة اللي أخذناها بالدرس السابق اللي هو كان lesson 5 اللي هو the fastest living thing، أسرع شيء حي. قلنا هذه قطعة الصقور هي طبعا من القطع المطلوبة. هاي الأسئلة مالتها اللي شرحناها بالدرس السابق، وكذلك الأكتيفيتي بوك التمارين موجودة عن هاي القطعة وهذا الدرس، وكذلك شرحنا موضوع البروناون الضمائر، وهذا قلنا موضوع الضمائر المواضيع القواعدية، وبنفس الوقت هو مواضيع المفردات. شرحنا ثلاث انواع من الضمائر، ووضحنا لكم شلون نميز بين الشخص الاول والثاني والثالث، وكيف نميز بين انواع الضمائر. في نهاية المحاضرة وضحنا لكم كيفية حفظ هذا جدول الضمائر الموجود امامكم. اعزائي نرجع الى محاضرتنا، محاضرتنا اليوم عنوانها Do you care about wildlife؟ او ما تسمى قطعة ال يعني هذا الدرس اللي عندنا اللي أمامكم، درس بسيط جدا. عندنا ذين بعض المفردات اللي يشوفوها أمامكم، ذين مطلوبات للحفظ إن والأفعال قدر الإمكان. عندنا الأكتيفيتي بوك، عندنا تمارين الدرس السادس بالأكتيفيتي بوك أعزائي، هذا اللي موجودات أمامكم. عندنا هذا التمرين يعني ذني توزيع ذني المفردات، يعني قدر الإمكان إنه نحفظهن، نحفظ ذني الكلمات اللي تحت الخط، مثلا the title tell us the question okay topic، وهنا title instructions يعني ذني يعني فراغات، فنوزعهن حسب ما مطلوب من عندنا في التمرين. المهم هنا في هذا الدرس عندنا الحروف الكبيرة وعلامات التنبيه. هنا طبعا احنا كلنا مر علينا اعزائي شنو الحروف الكبيره، شو كنت مستخدمها وشو كنت مستخدم علامات تنقيط، ولكن الان يعني مراجعه مهمه وتفيدنا بالامتحانات كلها وبالوزاري. نجي الى الحروف الكبيره، نستخدم الحروف الكبيره بدايه جميع انواع الجمل، يعني كل الجمل باللغه الانجليزيه اعزائي تبدا بحرف كبير، سواء كانت جمله اعتياديه، جملة السؤال، إلى آخره من أنواع الجمل. فكل أنواع الجمل مثل ما تشوفون أمامكم، كل أنواع الجمل هي تبدأ بحرف كبير. لاحظ الأسماء العلم، شنو أسماء العلم؟ أسماء العلم هي أسماء الأشخاص أعزائي، وأسماء الدول، وأسماء المدن، والمحيطات، والبحار، والأنهار، والسلاسل الجبلية، لأن كلهن أسماء علم، يعني أسماء معروفة. قمم الجبال، قمم الجبال منفردة، ها يعني القمة مو قمة ضمن مجموعة من القمم، لا قمة مميزة يعني قمة منفردة، هذني كلهن يبدأ الحرف الأول بحرف كبير. مثلا مايكل هذا يعتبر اسم علم، بدأ الحرف الأول بحرف كبير. مثلا ألي مو هذا اسم علم، اسم شخص يعني بدأ بحرف كبير. لبنان هاي اسم دولة تبدأ بحرف كبير. بغداد اسم مدينة، طبعا المدن والعواصم كلها تبدأ بحرف كبير. أتلانتيك أوشن المحيط الأطلسي، هذه تعتبر من أسماء المحيطات، أوكي تبدأ بحرف كبير. The Red Sea، لاحظ The Red Sea البحر الأحمر، Red بالR بالكابيتال لتر والS بالسي بالكابيتال لتر. The Alps السلاسل الجبلية، The Alps اللي هي سلسلة جبال الألب، لاحظ الحرف الأول كابيتال لتر. فوجي هذا اسم قمة جبل أو جبل منفرد في اليابان، معروف هذا جبل فوجي، فالحرف الأول كابيتال، وهكذا. فأعزائي كل أسماء العلم مو فقط هي أسماء الأشخاص، حتى أسماء الأماكن المميزة كالدول والمدن وغيرها والمحيطات، هذه لازم يبدأ الحرف الأول بحرف كبير. أسماء أيام الأسبوع وأشهر السنة والمناسبات والأعياد وغيرها، طبعا احنا نعرف ايام الاسبوع مثل ساندي موندي كل احنا مر علينا، هذني لازم الحرف الاول كابيتال لتر. اشهر السنه اوكي جانيوري فبروري مارش الى اخره، ذني لازم يبدا الحرف الاول كابيتال لتر، يعني في اي مكان في الجمله اذا شفت يوم من ايام الاسبوع او شهر من اشهر السنه مو او مناسب مثل عيد الفطر، ذا كريسمس مثلا، عياد الميلاد،
وهكذا في جميع المناسبات والعطل الرسمية تكون الحرف الأول كابيتال لتر أينما وجدت هذه الكلمة في الجملة. طبعا حالة حال أسماء العلم، يعني أسماء العلم في أي مكان نلقاها في الجملة، في البداية في الوسط في النهاية، لازم الحرف الأول يكون كابيتال لتر. الضمير I أينما وجد، الضمير I أينما وجد في الجملة يكون بالكابيتال لتر، مثل هذا المثال اللي أمامكم. I like pizza but I don't like fish. هنا الـ I أينما وجد الضمير I في الجملة يكون بكابيتال لتر. أعزائي، لاحظ تنتهي الجمل الاعتيادية التي تبدأ بالفاعل، أوكي، والفعل الرئيسي بالفول ستوب، نقطة، يعني فول ستوب معناها نقطة. We want to go to the cinema، أوكي، أو open the book on page 31. فالجمل الاعتيادية اللي تبدأ بالفاعل أو اللي تبدأ بالفعل الرئيسي مثل هذا المثال الثاني اللي أمامكم، أوكي، خليني أعزائي لازم يعني تنتهي بنقطة. يعني جملة فاعل، احنا نعرف الفاعل، الفاعل قد يكون اسم او ضمير، فأي جملة أعزائي تبدأ بالفاعل، اوكي، او تبدأ بالفعل الرئيسي مثال اللي امامكم، تنتهي بحرف عفوا بفول ستوب. اما الجملة التي تبدأ بأداة سؤال او التي تبدأ بفعل مساعد تنتهي بنقطة. تستخدم الفارز الاعتيادية بين جملتين اذا كانت البداية يعني أداة ربط. فارز الاعتيادية مثل ما تشوفها امامكم هنا، هذه لاحظوا أمامكم، هاي الفارز الاعتيادي يا أعزائي، هذه إذا كانت الجملة تبدأ بأداة ربط، يعني مثلا في الشرطية، مثل وين إلى آخره. إذا بدأت الجملة ب أداة ربط يكون بالوسط فارز. كذلك تستخدم إذا كنا نعدد مجموعة أشياء. لاحظ هذا المثال، she bought، اشترت، a notebook، فارزة، شوف هاي الفارزة، اشترت كتابا، اوكي، an eraser يعني ممحاة، اوكي، a sharpener اللي احنا نسميها مقفاضة، اوكي، and a pencil. فهنا جاي نعدد أعزائي مجموعة من الأشياء، إذا كنا نعدد مجموعة من الأشياء في جملة واحدة نضع بينهما شنو؟ نضع بينهما فوارز اعتيادية. فإذا فوارز تعتبر في تستخدم في حالتين، إذا كنا نبدأ الجملة بذات ربط مثل هذا المثال الأول قدامكم، يعني في الشرطية، وكذلك إذا كان نعدد مجموعة من الأشياء في جملة واحدة. هذا كل ما عندنا لهذا اليوم، أتمنى أنه تستفادون من هذه المحاضرة. نلتقيكم إن شاء الله في محاضرات أخرى. كان معكم الأستاذ حيدر المرعبي.